بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناءنا الطلاب، طلاب الفرقة الأولى، ها نحن بصدد مادة التحليل الاقتصادي الجزئي في محاضرتنا الأخيرة في الجزء الخاص بي أنا الدكتور أحمد عبد الرحيم زردق، في محاضرة موعدها هو اليوم الخميس الموافق 19 من مارس 2020. عنوان محاضرة اليوم، وهي المحاضرة الأخيرة للتأكيد، أثر السعر، مجموع أثري الدخل والإحلال. هنبدأ المحاضرة. عشان نبدأ المحاضرة دايما هيكون عينينا عن الرسم البياني وإحنا بنقرأ أي جملة او اي فقرة او اي شطر من فقرة او من جملة. انا عندي مستهلك بصدد انفاق دخله النقدي على سلعتين، السلعتين هما السلعة س والسلعة ص. اللي هيحصل ان هنمثل محورين متعامدين، احدهما هو المحور الافقي وهنمثل عليه وحدات السلعة س، والآخر هو المحور الرأسي المتعامد معه وهنمثل عليه وحدات السلعة صاد. وهيبدأ المستهلك بدخل. لو أن هذا الدخل هيكون بمثل أو بمثابة واو ألف من وحدات السلعة سين، بمعنى أن المستهلك يقدر يشتري من وحدات السلعة سين واو ألف، او بالدخل ممكن يشتري وحدات من السلعة ص بما مقداره من الكميات واو ب. نقولنا ان بالدخل النقدي المستهلك ممكن يشتري من وحدات السلعة س واو الف دون ان يشتري وحدات من السلعة ص، او يشتري من السلعة ص واو ب دون ان يشتري وحدات من السلعة س، لكنه ليس بصدد لا هذا ولا ذاك. امال هو بصدد ايه؟ هو بصدد ان ينفق الدخل على السلعتين مع بعض س وص، وبالتالي كيف يوزع هذا الدخل النقدي بين هاتين السلعتين؟ السلعة نهين هتاخد اي جزء من الدخل، والسلعة التانية هتاخد اي جزء من الدخل، بحيث ينفق الدخل كله على هاتين السلعتين. وهنا نقدر نقول ان المستهلك مش هيقدر يشتري من السلعة س ما مقداره واو ألف، ولا يقدر يشتري من السلعة ص ما مقداره من الكميات واو ب. هو بصدد الآتي: بعد ما مثل خط الدخل محتاج يدخل إلى خط الدخل أداة التحليل المستخدمة، وهي خريطة السواء. خريطة السواء اللي هي مكونة من مجموعة منحنيات سواء، تمام؟ المنحنيات بطبيعتها منها ما يقطع خط الدخل، ومنها ما لا علاقة له بخط الدخل، ومنها ما يمس خط الدخل. فهنجد فيه منحنيات ممكن تقطع خط الدخل، ممكن منحنى، ممكن اتنين، ممكن اكتر، لكن منحنى واحد هو اللي يمس خط الدخل ألف بينا، ومنحنيات اخرى لا علاقة لا بخط الدخل، لا بالتقاطع ولا بالتماس. ما يعنينا هو المنحنى الذي له علاقة بخط الدخل، اما علاقة تقاطع واما علاقة تماس. لو بصينا وجه دماغنا او جه بالنا على منحنى السواء اللي هيقطع خط الدخل ألف ب في نقاط تقاطع، ان عندنا المنحنى بيقطع خط الدخل في نقطتين، معروف ان النقطتين بيعطوا نفس الاشباع. ليه؟ لكون النقطتين على نفس منحنى السواء.
ما هو منحنى السواء سمي بالسواء لأن الإشباع عنده سواء عند جميع النقاط الواقعة على المنحنى، فما دامت النقطتين نقطتي تقاطع لمنحنى واحد مع خط الدخل إذا مستوى الإشباع واحد. نيجي نبص لنقاط أخرى لها تماس مع منحنى السواء، نجد إن منحنى السواء رقم 2 مس خط الدخل أ ب في نقطة التماس وهي النقطة لام، وبالتالي لو احنا قارنا في مستوى الإشباع بين النقطة لام وبين أي نقطة من نقطتي التقاطع للمنحنى الأول مع خط الدخل هنجد إن مستوى الإشباع عند النقطة لام أكبر من مستوى الإشباع عند نقطتي التقاطع الواقعتين على منحنى السواء الأول. لماذا؟ لأن منحنى السواء الثاني اللي مس خط الدخل أ ب عند النقطة لام هو منحنى أبعد عن نقطة الأصل قياسا بالمنحنى الأول اللي هو أقرب إلى نقطة الأصل، وبالتالي مستوى الإشباع عند لام يعتبر أفضل من أي نقطة تقاطع مع ما بين المنحنى الأول وخط الدخل. ومن هنا نقدر نقول إن دايما نقطة التوازن هي النقطة التي عندها يحدث تماس بين خط الدخل وبين أعلى منحنى سواء ممكن، ومن هنا جاءت النقطة لام نقطة التوازن. وبما أن النقطة لام هي نقطة التوازن، إذا لنا أن نحدد كم يستهلك المستهلك من السلعة س حينئذ. عشان تعرف كم يستهلك من السلعة س لابد وأن نسقط عمود من النقطة لام على المحور الأفقي. بإسقاط العمود على المحور الأفقي ليلاقيه في كاف بيبان لنا أو يظهر لنا أو يتضح لنا إن ما يشترى من وحدات السلعة س هو واو كاف من وحدات السلعة س عند التوازن حيث النقطة لام. طب السؤال بقى، لو ان ثمن الوحدة من السلعة س انخفض وبقية العوامل كلها ثابتة، زي ايه؟ سعر السلعة ص ثابت، الدخل النقدي للمستهلك ثابت، كل محددات الطلب الاخرى ثابتة، ماذا يحدث حينئذ؟ يحدث حينئذ ان خط الدخل أ ب يتحرك الى اليمين، يتحرك الى اليمين بمعنى ان زاوية ميله بتقل. زاوية ميله بتقل بمعنى ان الزاوية المحصورة بين الخط الجديد للدخل وهو الخط الف واحد ب، لان الف بتتحرك في اتجاه الف واحد وتبقى ب كما هي، وبالتالي فان الخط الواصل بين الف واحد وب هو خط الدخل الجديد الذي نشأ نتيجة لانخفاض السعر. وده معناه ايه؟ إن في ظل هذا الوضع الجديد وهو انخفاض سعر السلعة س، فإنه بعد انخفاض سعر السلعة س يمكن للمستهلك أن يشتري من السلعة س واو ألف واحد دون أن يشتري وحدات من السلعة ص، أو العكس يشتري واو ب من السلعة ص دون أن يشتري وحدات من السلعة س برضه، لكنه ليس في حاجة إلى هذا وليس في حاجة إلى ذاك. وبالتالي لابد وأن ينظر إلى خط الدخل ألف واحد ب في تماسه مع أعلى منحنى سواء ممكن، وهذا ما حدث عندما مس منحنى السواء رقم 3 في خريطة السواء هذا الخط ألف واحد ب في نقطة التماس التي هي نقطة لام واحد. النقطة لام واحد الحركة من لام وهي نقطة التوازن الأصلية إلى لام واحد هي بمثابة أثر السعر، وبالتالي بيترتب عليها زيادة الكمية المستهلكة من السلعة س من واو كاف إلى واو كاف 2 بعد ما نسقط عمود من لام واحد على المحور الأفقي في كاف 2. إذا أصل السعر عبارة عن الزيادة المتمثلة في الكمية المستهلكة من السلعة س بالقدر كاف كاف 2. هناك وهمي، هذا الخط الدخل الوهمي هو خط الدخل المتقطع ألف 2 ب 2، هو خط بنفس درجة ميل خط الدخل الأصلي أ ب موازي له بنفس درجة الميل، مس نفس منحنى السواء رقم 3 في النقطة ميم. النقلة من نقطة التوازن لام إلى ميم هي بمثابة أثر الدخل،
والنقل من ميم إلى لام واحد بمثابة أثر الإحلال، وعليه وما دام النقل من لام إلى لام واحد هو أثر السعر. من هنا يتضح أن أثر السعر هو مجموع أثري الدخل والإحلال. تلك كانت هي المحاضرة أو الجزء الأخير، أي المحاضرة الأخيرة من الجزء الخاص بي في مادة التحليل الجزئي. وهنا أترك الفرصة للدكتور محمد سعيد لكي يكمل ما تبقى من محاضرات هذا المقرر معكم، وإلى اللقاء في مقرر قادم. وأتمنى لكم أنتم الطلاب النجاح والتوفيق، وأن يزيح الله سبحانه وتعالى الغمة على خلق الله في أيامنا هذه من كل بلاد الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.